محمد عزيز بعد نجاحه في البكالوريا لم يترك وثيقة ترشده لاختيار وجهته الجامعية إلا واطلع عليها، وفي هذا السياق زار المعرض الجامعي. فكرة التوجيه الجامعي هونية بها ياسر، معناها عبد يجي ياخذ فكرة على التوجيه اللي باش يعمله في المستقبل، يشوف قديش منفاك ويشوف الحاجة اللي تناسبه معناها. الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ومراكز البحث إضافة إلى الجامعات الخاصة المنتصبة في صفاقس أتاحت كلها نوعين من التواصل المباشر مع الأستاذ والطالب الدليل. أنا حضر اليوم باش نواجه العبيد، ننصحهم أنهم يجيو للفاكهة نتاعي الملتي ميديا صفاقس. دونك حبيت ننصح العبيد كما انا مشيت، كما انا استنفعت من الحضور نتاعي فكادي من الفورماسيون اللي قاعده ناخذ فيها. دونك حبيت نجي ننصح برشا عبيد ونوجههم. بعد ليكيا معناها كي نكمل نقرا كل شيء بعد نجم نولي مهندسه بتروليه. هو اذا كانك باش تحب تولي مهندس لازمك تعمل انستيتي بريباراتوار، لازمك تعمل ديزيت بريباراتوار وزيت دانجينيور. بالنسبه لنا هي فرصه باش نلتقيهم بالطلبه نتاعنا، الهدف هو انه نعرفوهم على مسارات التكوين الموجودين ونتاكدوا اللي الطالب يختار حاجه اختصاص معناها يتماشى مع قدراته. خصصنا فضاء اسمه التوجيه والتشغيل، انه الطالب يقع له كوتشينج من قبل خبير وموجه جامعي، موجه مدرسي جامعي، باش يفهموا ماذا ينتظره في التدريس، الفرق ما بين مؤسسه واخرى، وخاصه الاقلمه بين الرغبه وبين الواقع، وما هي مستقبل كل شعبة يدرس فيها. النسخة 25 تفتح أجنحتها على امتداد يومين بفضاء معرض صفاقس الدولي، محطة للتوجيه المناسب وفرصة للاطلاع على مشاريع التخرج وما تنتجه الجامعة في سياق الابتكار والتجديد وملامسة حاجيات سوق الشغل.